هن قاتلات، هن المسلمات. الله الله. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أتقدم بالشكر الجزيل لساكنة مدينة بركان على مشاركتهم في هذه الوقفة المسؤولة التضامنية مع الشعب الفلسطيني المرابط والمنددة بالجرائم الصهيونية في حق إخواننا في فلسطين. نسأل الله تعالى أن يتقبلها منا وأن يجعلها خالصة لوجهه الكريم وأن تكون وقفة جهادية في سبيله نلقى أجرها إن شاء الله عز وجل يوم القيامة، يوم نعرض على الله عز وجل، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والشكر موصول أيضا إلى كل الهيئات السياسية والنقابية والهيئات المجتمع المدني المشاركين فيها. نسأل الله تعالى أن يتقبل من الجميع. كما أيضا نقف وقفة إجلال وإكبار وشجاعة ونحيي إخواننا المقدسيين حراس المسجد الأقصى العزل المرابطين الصامدين في وجه العدو الصهيوني الغاشم وحملاته التهويدية المستمرة. كما نحيي مثلما المسجد الأقصى المبارك تتعرض لمؤامرة حقيرة كبيرة جدا، حيث ارتفعت وتيرة التهويد والاقتحامات المتتالية لقطعان المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك وترحيل وتهجير وتقتيل وتخوين الأسر والطرد من البيوت وهدمها. صهيوني يا ملعون قدسنا في العيون، قدسنا في العيون، قدسنا في العيون، فلسطين في العيون، لكل هذا ندعو الشعوب العربية والإسلامية للاستمرار في التضامن والدعم بكل أشكاله. الرسالة الثالثة هي إلى المطبعين الخونة المجرمين العرب. أيها المطبعون الخونة، من شحيم يا ملعون، من شحيم يا ملعون،
غزة غزة عود العزة. ومستعدون للتضحية والدفاع والمنافحة عن الدين والعرض والأرض والمقدسات حتى تحقيق بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه شجر اليهود. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤكد أيضا أن التاريخ أثبت أن الأمم المغلوبة يمكن أن تنتصر على أعدائها. ومستعدون للتضحية والدفاع والمنافحة عن الدين والعرض والأرض والمقدسات حتى تحقيق بشرى رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون، حتى يختبئ اليهود من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر: يا مسلم يا عبد الله، هذا يهودي خلفي فتعالى فاقتله، إلا الغرقد فإنه شجر اليهود. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. نؤكد أيضا أن التاريخ أثبت أن الأمم المغلوبة يمكن أن تنتصر على أعدائها.